تعال تعال. اليوم نلعب لعبة، لعبة سلم والثعبان ولكنها تخضع لقوانين شقة الملز. حلوين؟ حلوين. اختاروا الألوان، مش أحمر، أزرق. أنا سهل أتأخر. شفت؟ ما في خيار لأنه. أيه. هو الوحيد. خلاص كبر في السن. ما عليكم تناقشون. كيف؟ أنت أزرق؟ أزرق، أهم شيء أزرق. أزرق، أحمر؟ أحمر. اللي باقي أخضر توكلنا على الله. طيب. ابدأ مشعل من اليمين. بسم الله. ستة. إلى السلم. طيب. مشعل تذكر أول مرة معجب وقفك تصور معك؟ أتذكر مرة كويس لأني كنت أشتغل في محل أثاث، قررت أني أروح أشتغل. أنا ترى أعرف القرارات اللحظية هذه أموت فيها. كنت خلصت من تخصص طب الأسنان وما لقيت وظيفة صراحة، فقلت عندي second option أني أروح أصير ديزاينر. طيب. وقفتني واحدة كانت جاية تختار مخدات. قلت لي مش عرسان؟ قلت لها إيه، ما تصورت معي بس قالت لي عادي أصورك. قلت أكيد لو ما أخذت من هالتجربة إلا أن أحد صورني أنا بكون مبسوط. طيب يلا عزيز عندي. يلا بسم الله. ثلاثة. حلو. واحد اثنين ثلاثة. ثعبان. عزيز هلا. كلمة آسف تقولها لمين وليش؟ لنفسي. يا أخي نرجسي. لمين؟ وعميق. اي جدا. غلطت على احد حاب تعتذر؟ لا والله، لانه كلمه اسف مي ثقيله علي اذا غلطت في حق احد، لكن انا اعتذر لنفسي لاني غلطت في حق نفسي وما صححت الغلط ليومك هذا. طب وش هو؟ ممتاز وصلت. بدر. يلا بسم الله. خمسة. اوف. خمسة. خطر. اوف. اوبا. خطر. ليه؟ والله الله يستر. هذا سؤال عام. اوكي. بدر، التحدي الأصعب لكل فنان هو إنه ما يروح مع الموجة أكثر من اللازم وما يتحمس لما يحس إن الوضع يتطلب الحماس بزيادة. تروى. يا سلام. حلو حلو حلو. دوري. يلا مشعل يلا. يلا إن شاء الله يجيني خطر. خمسة. خمسة. خطر. مشعل وين؟ هنا ها. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خطر. خطر. والله زي ما تمنيت. حلو. الحين ندمت. طيب. مش على طبع فيك تسعى جاهدا انه ما حد يعرفه. اني احلل الشخصيات بعد ما اقابلها. للاسف مره افكر كثير في الناس وافكر في الاحداث اللي تصير بحياتي لدرجه انه ممكن تقلق الناس اللي اقابلها. حلو حلو. اتمنى ما يعرفون واتمنى اصلا يروح مني. عندي احب اقول لك انه كل الناس عرفت خلاص. علينا. اثنين. اثنين. اوكي تفضل. خطر. جاهز؟ يلا نتكل على الله. عزيز، عقبة في عالم الفن مو قادر تتخطاها. اني غني عربي. هذه عقبة ما قدرت اني اتخطاها. ليه ما تقدر تخطاها؟ يعني انت لغتك الاولى عربي. الله الله. بس انه اواجه صعوبة، يعني المقامات العربية ماني عارف. ما على قد ما حاولت. اذا عرفت المقامات تنحل هذه المشكلة. انا عندي هنا نقطة انه مو عذر صراحة، عزيز احبك يعني. هذا الفنان. لكن الألحان أنت شايف كيف الدنيا داخلة في بعض، يعني شوف كيف الفن المصري ألحان سهلة ما فيها مثلا ما فيها السيكات مثلا الربع تون أو البيات رست. لا عندك ألحانها وأنت كرد اللهم الكلام. فما عندك عذر. وأغاني أغاني تم والله ما عندي مشكلة. أي أبد. وأسمع كثير، السمع هو أكثر شيء خليك تغني. ممكن. بدر يلا بسم الله. ستة. طاير بدر. ثلاث أربعة خمسة ستة. بدر سؤال سلم. سؤال سلم. أغنية من أغانيك ودك الجمهور يغنيها معك. عادي ألعب في السؤال شيء بسيط. إيه؟ أغنية من أغاني ممكن ودي الناس تحسها زي ما أنا أحسها. أوكي. وفها سؤال ثاني. تمام. إيه راح سؤال ثاني مرة. إيه. أوكي. لأنه أغاني ما هي أغاني ترديد مرة قد ما أنه أغاني ودي الناس تحسها زي ما أنا حاسها. إيه يمكن يا ما خوفني الغروب. الله. يا مخوف. انا طب حسنا. طب شكرا نرجع سؤال اول.